كيف عرفت؟ أهلين سموحة. هاي نور. شو وين الصبايا؟ نسمة وميديا نزلوا على سوق السيارات ولبنى ما بعرف وين غطى. ليكي أنا ميتة جوع، شو بدي أكل؟ والله ما طبخت يا سموحة، طلبي لنا شي ناكله. أنت شو كتراني على بدك عني؟ عندك مانع؟ ايه عندي مانع، بدي اعرف شو في بالتفصيل. يلا 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 بسرعه قليلي. ايه قومي اطلبي لنا شي ناكله وغيري اوعيكي وتعي لاحكي لك. ايه ما بقى. قولي قال بده يشوفني. ايه شو في، شو خسرانه؟ كيف يعني شو خسرانه؟ انا الزلمه ما بعرفه، كيف بدي اشوفه؟ شو في بتتعرفي عليه؟ بتعرفي كثير جاي على بالي اشوفه وبنفس الوقت مو جاي على بالي. كيف يعني؟ يعني حاسة انه بيعرف كل شي عني، شو بحب وشو بكره. بتعرفي سموحة ستايله كتير بيشبه الستايل اللي انا بحبه. ايه كتير منيح. شو ناطرة لك؟ ما بعرف، في شغلة واحدة مخوفتني. شو هي؟ حدسي. اوه دخيله حدسك، فهمنا بقى. عن جد انا عم بحكي، ما بعرف حاسة انه في شي. انا بدالك بروح وبشوفه وبتعرف عليه، خاصة إذا أنت حاسستي كول وستايل وبركي محترم. عن جد؟ ما بعرف. لازم شوفك ضروري. ليش كل هالإصرار؟ بدي أحكي معك بموضوع. طيب احكي، مين ماسكك؟ لا ما بينحكى على الشات، بدي شوفك فيس تو فيس. طنطوني الله يوفقك وافي. فكر رونالدو. ذبحتيني وانتي عم بتفكري. يا اما خليني اشوفك هلا يا اما منقطع كل شيء. اوف. طيب كيف وين؟ احلى طنطونة والله. بعد ساعة بالجنينة. ماشي. طيب كيف؟ بدي أعرفك. حامل بوكي ورد. انت؟ ايش في حدا بيحبها لطنطوني قدي؟ وائل وبعدين معك؟ وشو اخرت هالحركات؟ ما عم بفهم. رجعي لي. شو؟ رجعي لي نور. اعطيني فرصة أخيرة. خليني ارجع اثبت لك مين هو وائل. نور أنا ما رح مل من كلمة بحبك ولا رح أتعب من طلب فرصة أخيرة. وائل أنا هالحكي صرت حافظته، صرت قايل لي إياه مليون مرة. نور وائل خلص كل شي بيناتنا انتهى، تركني بقى. نور أنا ما عندي غير هذا الكلام وما رح مل من كلمة بحبك. بتعرفي شو يعني ما رح مل؟ يعني رح ضل وراكي وراكي، وين ما رحتي وين ما أجيتي رح أطلع بوشك. عم تسمعي نور؟ أنا بحبك بحبك نور.